السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من تعلم العربية. أبنائي وبناتي طلاب الصف الخامس ابتدائي، مع درس نحو جديد بعنوان إعراب جمع المذكر السالم. إعراب جمع المذكر السالم، هيا بنا نقرأ الأمثلة سريعا. المثال الأول: بنى المصريون القدماء الأهرامات، نقلت السيارة المسافرين في ساعتين، تهتم مصر بالفائقين في التعليم. عرفنا سابقا أن جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على المفرد، وعرفنا لماذا سمي بجمع المذكر السالم، لأنه مفرده بقي سليما في الجمع، مفرده بقي سليما في الجمع. تعال معي نعرف المذكر السالم: المصريون، مفردها المصري، المصري لغاية الياء، وونون ضفناهم على المفرد فأصبحت جمع مذكر سالم. المسافرين، مفردها المسافر، ضفنا عليها ياء ونون. الفائقين، مفردها الفائق، وضفنا عليها ياء ونون أيضا فأصبحت جمع مذكر سالم. هيا بنا. بنى المصريون جملة فعلية. الجملة الفعلية مكونة من فعل وفاعل وأيضا ممكن مفعول به. هنا بنى فعل. من الذي بنى؟ المصريون، فأصبحت فاعل. لما بيكون فاعل بدا يكون دايما مرفوع، والمرفوع في جمع المذكر السالم تجده اخر واو ونون، فبيكون مرفوع بعلامه الرفع الواو. يلا بينا نحلها. يبقى اعراب كلمه المصريون جمله فعليه، فبنى فعل والمصريون فاعل، فاكتب ازاي؟ فاعل مرفوع وعلامه الرفع الواو. ليه الواو يا اولاد؟ لانها جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. جميل. نقلت السيارة المسافرين، أيضا جملة فعلية، نقلت فعل والسيارة فاعل. طب المسافرين مفعول به، مفعول به، مفعول به ماله؟ منصوب. طب منصوب هنا منصوب وعلامة نصبه الياء، لما المفعول به يكون منصوب وهو جمع مذكر سالم تجد في آخره ياء ونون، نكتبها هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. طيب، تهتم مصر بالفائقين. الباء حرف جر، وبعد حرف الجر يأتي اسم مجرور وعلامة الجر، الكسرة لو مفرد، الياء لو مذكر سالم. فلماذا وضعنا ياء ونون في كلمة الفائقين؟ لأنها جمع مذكر سالم، وعندما يجر يجر بعلامة الجر الياء أهو. فاكتب هنا اسم، لأن جت قبله يا جماعة حرف جر، فاسم مجرور وعلامة الجر ها الياء. لماذا الياء؟ لأنه جمع مذكر سالم. نتوصل إلى القاعدة. القاعدة سهلة جدا، هو درس سهل جدا. جمع المذكر السالم يرفع وينصب ويجر زي أي شيء، أي اسم بيرفع وبينصب ويجر. طيب، عندما يكون جمع مذكر سالم يرفع وعلامة الرفع الواو، يرفع وعلامة الرفع الايه؟ الواو. ينصب وعلامة النصب الياء. يجر وعلامة الجر الياء.